ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم علينا كلنا. في البداية حابة انبه بس ان الفيديو ده مش هيكون كافي انك تفهم الشابتر كله بنسبة 100%، لازم نرجع الاول للفايلز وبعد كده نيجي نشوف الفيديو علشان نكون فاهمين الشابتر كله ومفيش حاجة تقف قدامنا ان شاء الله. لسه ما فتحتش الفايلز وبرضه مصر تكمل الفيديو وما تفتحش الفايلز، بس بجد لازم تشوفها علشان اغلب اللي هقوله مش هيبقى واضح قوي لو انت مشوفتش الفايلز. وعامله حساب كده وهاخد لك كده كام حاجه كده تساعدنا في المسائل الجايه. يلا نشوف. اول حاجه هبدا بالجراف ده اهو. الجراف ده ايه؟ الجرافس دي بقى، الجرافس هنا عندنا دي بتعبر عن اللينير ايكويشن، ان احنا نعملها في شكل بياني. مثلا خلينا نشوف، مثلا هنا لو عندك equation، هو ال equation دي مثلا ال points اللي عليها، مثلا خلينا ناخد الاسلوب ده، ده ال point دي اهي 6 و 0 تمام، وال point دي negative 6 و 0 تمام، وجي عمل عليها اهو سلوب كده، فبقى ده السلوب تمام. دي بتاعت الايكويجن الاولى. في ايكويجن تانية بقى كانت موجودة، مثلا اي ايكويجن، انا بس بفهمك الدنيا هتبقى ماشية ازاي بعد كده. الايكويجن نمبر 2 مثلا، طلعت عندنا 2 بوينتس، اول بوينت مثلا اللي هي 08 سوري، والبوينت التانية طلعت 0 ونيجاتيف 6 وعملت سلوب. هنا دول اتقطعوا؟ لا، فالاتنين بقوا برر لبعض تمام. فاما بيطلعوا الاتنين برر لبعض بيبقوا دول هنا نو سولوشن. تمام. الجراف التاني هنا مثلا، الجراف ده دي ايكويشن مثلا اهي، ودي ايكويشن 2 تمام. ايكويشن 1 طلعت عندنا، طلعت 2 بوينتس، اول بوينت عندنا كانت دي 6 تقريبا 6 و 0، ودي كانت نيجاتيف 5 و 0 تمام. والسلوب التاني كان مطلع عندنا 2 بوينتس برضو 11 و 0 و 9 و 0 تمام. بس خدنا ده سلوب اهو كده اهو، وده سلوب كده اهو. هنا بقى في عندي حاجة مختلفة عن السلوب التاني، ايه هي؟ ان هما الاتنين اتقطعوا في البوينت دي. البوينت دي لو جينا شفناها كده تقريبا هتبقى 2 و 9، لا 2 و 8 تمام. فهنا اتقطعوا في نقطة تمام، يعني هما متقاطعين في نقطة واحدة بس تمام. فهيبقى 1 solution تمام. هنا بقى دول 2 equations، الأزرق ده equation والأحمر equation. أول equation أو يعني أول equation طلعت عندي هنا ناتج هنا كده 6 و 0 وهنا كده negative 5 و 0 تمام. فخدنا أولها أول واحدة، بعد كده الايكويشن التانية طلعت برضو نفس الناتج، فطلعت جراف عندنا طالع بالشكل ده تمام. فالجراف كده الاتنين متطابقين على بعض، فاتقطعوا في كل النقطة، يعني اي نقطة الاكس هتبقى فيها هنا في ايكويشن 1 هتبقى برضو الاكس في ايكويشن 2 نفس البوينت تمام. فاللي هنا يبقى عندي مي سولوشن. حاجه كمان عايزه كمان بقى، وهي الجراف كونستانت ولا ان كونستانت. الجراف بيبقى كونستانت لو قابل، لو السلوب ده قابل السلوب، لو سلوب ايه مثلا قابل سلوب بي في اي بوينت، حتى لو بوينت واحده فبيبقى كونستانت. لو ما تقابلوش وكانوا برر لبعض زي مثلا الجراف نمبر 1 اللي احنا حليناه ده، فبيبقى الجراف كله كده
inconstant، يعني بيبقى no solution و inconstant. انما لو اتقابل في اي حاجة سواء لقيته one solution او many solution فالاتنين دول بيبقوا constant. بس كده نخش بقى على الأسئلة على طول عشان ما نضيعش وقت بقى كده بحاجة ايه يعني سهلة شوية، خدناها اصلا قبل كده في شابتر 1، هي related لشابتر 1 شوية. فايه هنشوف كده، هو هنا كاتب لك two equations، هو عايز يعرف ال x وعايز يعرف ال y. فأول حاجة هنعملها هنعمل ايه، اكيد هنقسم الفيديو كده نصين زي ما خدنا، هنحط هنا equation وهنا equation. يلا نشوف، وهنا هنا كده ال equation اللي هي 2x plus y equal 8، وهنا x plus 3y equal 9. خلونا هنا هنعمل من مرة ال x intercept وهنا ال y intercept، وهنا نفس الكلام x وهنا ال y هي ال intercept، وهنا برضو x intercept وهنا ال y هي ال intercept. هنبدأ نشتغل ازاي، هنا ان ال y intercept فهنا ال y دي هتبقى بزيرو، فهنقول هنا ان 2 x equal 8 و ال x هتبقى equal 4. فالبوينت عندنا هنا ممكن نكتب البوينت بلون مختلف فخليها في الاخر، وهنا هنقول ان الواي هي اللي بزيرو، ان الاكس هي اللي بزيرو سوري، فهنا هتبقى الواي ايكوال 8. بس وادي كده عندنا هنكتب برضو البوينت، هنا الاكس انترسبت يعني الواي بزيرو، فهتبقى الاكس ايكوال 9 على طول، وهنا الواي انترسبت فهتبقى الاكس هي اللي بزيرو، فهتبقى هنحط هنا 3y equal 9 هتبقى الواي equal 3. تعالوا بقى ايه نحطهم على اساس بوينتس، فخلونا نبدأ بالبوينت دي، البوينت دي هتبقى 4 و 0، والبوينت دي هتبقى 0 و 9، ودي 9 و 0، ودي هتبقى 0 و 3. تمام، تعالوا بقى ايه نمثلها كده على الجراف ونشوف هتطلع ايه في الجرافس اللي احنا كنا حلينها في البيج اللي قبل كده. اول equation خلينا نبدأ بدي، هنقول هنا ان في نقطة 4 و 0، فهنيجي عند الاكس هنا كده 4 و 0 اللي هي البوينت دي اهي، والبوينت اللي بتقابلها 0 و 8، فهنيجي عند ال 8 ونعمل كده. تعالوا بقى ايه ناخد ده كده على انه جراف اهو، طبعا المسطرة هتبقى اوضح بكتير عشان انا بس مش عارفة اعملها بالمسطرة. وهنا هتبقى الايكويجن التانية 9 و 0، فهنشوف 9 هنا اهي، خلونا نعملها بلون مختلف بالازرق مثلا، 9 و 0 اهي، و 0 و 3 0 و 3 هنا اهي كده. هناخد بقى اسلوب هنا، شفت بقى عملت ازاي، اتقطعوا في بوينت اهي، يبقى اتقطعوا هنا في بوينت، يبقى ايه تعالوا نرجع ورا كده اهي زي الجراف اللي في النص ده، هيبقى one solution وهيبقى consistent. تمام، تعالوا نشوف بقى عندنا كده اهو، هنا هتبقى دي one solution و consistent. هنا بقى احنا كده برضو ما جبناش ولا الاكس ولا الواي، هنجيب الاكس والواي ازاي، هما هنا اتقطعوا في نقطة ايه، تعالوا نشوف مثلا اهو، هما هنا اتقطعوا في النقطة دي، فهنجي نعمل كده 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 تلاقيها 2، وانزل بيها كده 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 هتبقى 3،
هادي بقى تطوينة كده اهو، دي بوينت 2 و3. فين الواي وفين الاكس؟ تعالى هنشوف كده. هتبقى الواي هنا اهي ايكوال، والاكس ايكوال على الاكس اكسس في بوينت 3، نكتب هنا 3، وعلى الواي اكسس ب2. بس كده، ادي كده اول فكرة معانا. يلا نشوف اللي بعدها. ندخل بقى على الايكويشن تانية. يلا نشوف. هنا الايكويشن دي بتقول لك 2x minus y equal 4 و 6x negative 3y equal negative 18. تمام، برضو هنعمل ايه؟ هنقسم الصفحة كده نصين ونحط الايكويشنز بتوعنا. نقول هنا 2x negative y equal 4 وهنا 6x negative 3y equal negative 18. هنقسم اللي احنا قسمناه، هنقسمه برضو بنصين، يعني هنا نص اهو ونص اهو. طبعا عارفين ليه؟ عشان هنحط هنا الاكس انترسبت وهنا الواي انترسبت وهنا اكس انترسبت وواي انترسبت. بس نبدأ بقى نحل كده زي ما بنحل عادي. هنقول هنا الاكس انترسبت يعني الواي بزيرو، فهتبقى 2x equal 4، ف الاكس الواحدة هتبقى equal 2، وهنا الواي انترسبت يعني الاكس بزيرو، فهتبقى negative y equal 4، فالواي هتبقى equal 4 negative، الواي هتبقى equal negative 4، لان انا هنا محتاجة اقسم على negative 1 علشان اضير النيجاتيف اللي مع الواي، فتبقى الواي لوحدها. وهنا الاكس انترسبت يعني زي ما قلنا بقى ان الواي بزيرو، لو الواي هي الانترسبت تبقى الاكس بزيرو. تمام، هنا هتبقى دي هتبقى بزيرو، فهتبقى 6 اكس ايكوال نيجاتيف 18، فهتبقى الاكس ايكوال نيجاتيف 3، وهنا هتبقى نيجاتيف 3 واي ايكوال نيجاتيف 18، فالواي هنا هتبقى ايكوال 6. نبدأ بقى نحطهم ازواج مرتبة زي ما بنقول. فهنا هتبقى 2 و0، ودي هتبقى 0 ونيجاتيف 4، ودي هتبقى 3 و0، ودي هتبقى 0 و6. نبدأ بقى ايه نحط بقى على الجراف الكلام ده كله. هناخد اول ايكويشن اللي هي دي، اول ايكويشن اهي، هنقول البوينتس بتاعتها 2 0 2 0 اهي. تمام، و تاني ايكويشن 0 نيجاتيف 4 0 اهي، هننزل تحت كده عند النيجاتيف 4 اهي، و اشد الخط بتاعي مش مظبوط، بنمسحه كده نرجع تاني اهو. بس كده ناخد لون تاني بقى، خلينا ناخده مثلا بلون مختلف، باللون الازرق مثلا. ونقول مثلا هنا اول حاجة 0 و6، ف 0 و6 هنا هتبقى هنا كده اهو، و لا دي نيجاتيف 3 مش 3، فهتبقى نيجاتيف 3 و0، هنا نيجاتيف 3 و0 هتبقى هنا كده اهو. نبدأ ناخد الكراف ده كده اهو كده. هنا بقى ده ايه كده الجراف ما تقطعوش مع بعض في اي نقطة، فزي ما قلنا هتبقى ايه، انت شاطر وعارفها اهي، نو سوليوشن صح.
و انكونستانت طبعا. بس ايه ال x بقى و ايه ال y؟ ما انا لسه قايله ان هي no solution، يعني ال no solution هي الحاجة الوحيدة اللي انت ما بتعرفش تجيب منها ال x وال y، لان ال x وال y بتبقى نقطة تقاطع بينهم، فاهم؟ فهما هنا ما تقاطعوش، فهتجيب اكس ايه وهتجيب واي ايه، مفيش بينهم زوج مرتب. بس كده خش على الفكرة اللي بعدها بقى. كمان بقى على ال linear equation، وطبعا هنعمل ايه؟ انتوا عرفتوا خلاص. بس كده يلا نبدأ نكتب المعادلة. 6x negative 3y equal 9، وهنا 2x negative y equal 3، و x intercept. اتمنى الكلام يكون ثابت معاكم بجد، وتكونوا يعني بجد فاكرينه من المعادلات اللي قبل كده. وهنا كده برضو ال x intercept و ال y intercept، عشان ما اقعدش اعيد الكلام كتير. اما ال x تبقى intercept بتبقى ال y صح بزيرو، واما ال y بتبقى intercept بتبقى ال x، برافو عليك، بزيرو. بس نبدأ بقى نشتغل، هنشتغل بلون تاني اهو. هنا ال y هي بزيرو، فهتبقى 6x ب 9، فهتطلع ال x عندي هنا ب 3 divided by 2 او 1.5. يعني اقول لك ليه كتبتها 1.5، هتعرف هنا دلوقتي. بس كده كده في الزوج المرتب هنكتبها 3 divided by 2، تمام؟ وال y يعني x 0، فهتبقى negative 3 y equal 9، فال y هتبقى equal negative 3. وهنا ال x تبقى ال y بزيرو، فهتبقى 2 x equal 3، فال x هتبقى 2 divided by 3، فتبقى 1.5 اهو. وهنا ال y تبقى ال x تبقى الواي هي اللي ايكوال 3، لا والنيجاتيف نيجاتيف كمان، فتبقى الواي هنا ايكوال نيجاتيف 3. نحط الحاجة زي ما متعودين، الأزواج بتاعتها هنا هتبقى 3 divided by 2 و 0، ودي هتبقى 0 ونيجاتيف 3، ودي هتبقى نفس الكلام برضو 3 على 2 وزيرو، وهنا هتبقى 0 ونيجاتيف 3. نبدأ نرسم. طبعا انت واخد بالك هنا من ايه؟ ان ثواني اهو، ان دولت هما دولت. تعالى نرسم. طب عشان توضح لك اكتر، لو انت حسيت انك اتلخبطت، يعني 3 divided by 2 يعني 1.5، تمام؟ هنعمل ايه؟ نمسح بس كده النقط دي، هنكبها كده، هي مش عايزة تكبر اهي. خلينا نشوف فين بقى ال 1.5. هنا ال 1.5 مثلا اهو، وزيرو وزيرو ونيجاتيف 3، زيرو هنا اهي، وادي النيجاتيف 3، يعني ده كده اهو سلوب، تمام. السلوب التاني بقى خده هنا كده بالأزرق، برضو كان 3 على 2 و زيرو ونيجاتيف 3، برضو اخده كده اهو. مش هكمله للآخر عشان تفهم ان في هنا 2 مش 1. نرجع بقى كده اهو، رسمنا السلوب ده بقى ايه؟ اتمنى تكون فاكر وجاوبت. ايه هو؟ زي ما خدناها في اول سلايد، تعالى نشوفها كده. اهو السلوب نمبر 3 ده، ها ميني سلوشن وكونستانت، بس كده هيبقى ميني سلوشن وكونستانت.
هتقولي بقى فين الاكس وفين الواي، هقول لك نفس الكلام برضو. هو هنا بأي نقطة الاكس فيها بحاجة، و يعني بص مثلا فردا هنا كده، تعالى ناخد لون مختلف اهو، النقطة دي مكان ما الاكس هنا هتبقى بفور، برضو الاكس في الايكويجن التانية هتبقى بفور، والواي بفايف، في الايكويجن التانية برضو هتبقى بفايف. فهنا ميني سولوشن، مش بنكتب حاجة محددة، بنكتب كده ميني سولوشن و كونستنت بس كده. كده الحمد لله خلصنا الجرافينج بكل اشكالها، وحلينا على الثلاث ستري جرافس اللي عندنا يعني كلهم. واتمنى ما تكونش في حاجة وقفت قدامك، وممكن تحل بقى انت تشوف مسائل زي كده وتطبق بقى مع نفسك. بس نخش بقى على حاجة تانية جديدة برضو، learning objective جديد خالص بقى. دلوقتي بقى ممكن نخش على جزء تاني بطريقة جديدة نحل بيها ال equation، والطريقة دي related اكتر ل chapter 1. فلو انت ما شفتش فيديو شابتر 1 او الفايل بتاع شابتر 1، لازم لازم ترجع تشوف الفيديو علشان تبقى معايا شوية في اللي انا هقوله. فيلا نشوف هنبدأ ازاي. اول حاجة هنا الطريقة دي اسمها solve the system of equation by substitution. substitution يعني تبديل، او ان انا هخلي حاجة تحل محل حاجة. ازاي؟ هنشوف. يعني هنا احنا عندنا طرفين في المعادلة اللي هما الاكس والواي، فانا مش عايز، مش هعرف ابدا اجيب معادلة فيها مجهولين، لازم اخلي مجهول واحد. ازاي؟ تعالوا نشوف المعادلة دي. هنا هقول ان اخد المعادلة دي عشان احلها هعمل ايه؟ هقسم على 5 عشان اخلي الاكس واحدة بس، فهتبقى اكس نيجاتيف 2 على 5 واي و 12 على 5. تمام. هنا عايزه اخلي اجيب الاكس بقى لوحدها، هودي دي الناحيه التانية واغير اشارتها، هي هتبقى هي بالنيجاتيف هتبقى بلس، فهتبقى الاكس ايكوال 12 على 5 بلس 2 على 5 واي. تمام. دي كده احنا زي معطى احنا جبناه اهو. هعمل ايه؟ هاخد دي واطلع اعوض بيها في المعادلة التانية. تعالوا نشوف هنعملها ازاي. المعادلة بتقول 2 الاكس، هاخد الاكس كلها احط الاكس دي، افتح قوس كده واكتب 12 على 5 بلس 2 على 5 واي، ادي الاكس، اقفل القوس، بلس 3 واي ايكوال 1. تمام. هعمل ايه كده؟ بقت معادلة عادية خالص قدامي، مجهول واحد وهو الواي اهو، مفيش اي مجاهيل تاني. هعمل ايه؟ هفك القوس. هفكه ازاي؟ كده الاتنين هتضرب هنا وهنا، زي ما قلنا طالما في قوس وفي رقم بره بضرب الرقم اللي بره في القوس كله مش في طرف واحد. هتبقى هتديني كام؟ 2 في 12 على 5 ب 24 على 5 بلس 2 في 2 على 5 واي، هتديني 4 على 5 واي بلس 3 واي ايكوال 1. هجمع الوايات اللي هما دول كده مع بعض، فهتبقى 19 على 5 واي بلس 24 على 5 ايكوال 1. فهودي دي الناحية التانية وغير برضو اشارة، هي بوزيتيف هتبقى نيجاتيف، فهتبقى 19 على 5 واي ايكوال 1 نيجاتيف 24 على 5. فهنا هتبقى 19 على 5 واي ايكوال نيجاتيف 19 على 5. هنا هتبقى هقسم هنا divided by 19 على 5 عشان اخلي الواي لوحدها، فهتبقى الواي equal
نيجاتيف 1. ده معطى احنا جبناه اهو كده. احنا طلعنا اول حاجة بقى، هو عايز قيمة الواي وقيمة الاكس. هجيب الاكس ازاي؟ تعالوا ناخد كده، نجيب الاكس في الجزء ده كده اهو. هنجيب الاكس، احنا جبنا الواي بنيجاتيف 1. تعالوا نشوف اي بقى معادلة، سواء المعادلة دي او دي او دي، هنطلع نعوض بالنيجاتيف 1 دي في اي واحدة فيهم ازاي. تعالوا ناخد دي مثلا، هناخد دي فهنقول 2x plus 3y equal 1. فهنقول هنا 2x plus 3 الواي بكام؟ بنيجاتيف 1، فهتبقى فيه نيجاتيف 1 equal 1. هنا هتبقى 2x plus negative 3 equal 1. تعالوا نطلع بره كده شوية، هتبقى 2x، هودي دي الناحية التانية وغير اشارتها، equal 4 و هديفايدد طبعا باي 2، فهتبقى الاكس ايكوال 2. بس كده، كده احنا جبنا الواي وجبنا الاكس، جبنا الواي بنيجاتيف 1 وجبنا الاكس ب2. طبعا مش شرط طبعا ان انت تجيب الواي الاول وبعد كده تعوض مكانها بالاكس، لا عادي، كان ممكن من اول هنا كده، من اول هنا اجيب بدل ما انقل الاكس ممكن اجيبها عادي بدلالة الواي، فبالتالي هبقى جبت الاكس الاول برضو، كانت هتطلع نفس الارقام، كانت تطلع الاكس ب2 والواي بنيجاتيف 1. بس كده، اتمنى تكون الدنيا وضحت وسهلة شوية معانا. دلوقتي بقى هنحل الايكويشن دي بس بطريقة جديدة مش كله سمع عنها، وهي اسمها elimination partitions. يعني عايزة احذف مثلا، ثاني عايزة مثلا احذف الاكس دي وعشان اخلي الواي هي اللي ايكوال 1 مثلا وهكذا. فبحذف دي، احذفها ازاي؟ احذفها مع دي، هعمل ايه؟ بضيف، يعني هي كأني مثلا بقول الحذف بالاضافة. بس هنشوف ازاي، تعالوا واحدة واحدة هنشوف طريقتها. سوا هنا عندي 2 equations اهو، المفروض ان 2x plus 3y equal 1، وهنا negative x plus y equal negative 3. يلا نبدأ نحل. اول حاجة هنا انا عايزة احذف ال x، يعني عايزة اخلي المعادلة كلها واقفة على ال y وال right hand side. تمام، بعمل كده ازاي؟ عايزة هلغي دول. تمام، هلغيها بقى ان انا هنا هضرب المعادلة دي في 2. لو ضربت دي في 2 هنعمل ايه؟ هتنزل المعادلتين كده، اول واحدة تنزل زي ما هي 2x plus 3y equal 1، ودي هبقى ضربت كلها هنا وهنا في ال right hand side وال left hand side. تمام، فهتبقى negative 2 x plus 2y equal، هضرب negative 3 في 2 تبقى بنيجاتيف 6. هنا عندي هجمع بقى انا المعادلتين دول على بعض، اما اجمع دول على بعض دي هتروح مع دي، ان 2 ونيجاتيف 2 بزيرو، 3y و2y هتبقى 5y، 1 ونيجاتيف 6 هتبقى نيجاتيف 5. تمام كده، بقى عندي 5y equal نيجاتيف 5، هديفايدد بقى الايكويشن دي باي 5، هتبقى الواي ايكوال نيجاتيف 1. هعمل ايه؟ هطلع بقى زي ما عملنا قبل كده في السبستيتيوشن، هعمل برضو نفس الحاجه في الاليمينيشن باي اديشن. تمام، هاخد دي، ادي كده اهو طلعنا الواي، هاخد بقى دي واطلع اعوض مثلا في الايكويشن دي. فهتبقى هنعمل ايه؟ نكمل كده، هتبقى ال 2 x plus
ثري في واي، الواي اهو خلينا نكتبها كاملة اهي، ثري واي ايكوال وان، وهنا هننزل تبقى تو اكس بلس ثري واي، الواي بنيجاتيف وان ايكوال وان، هنا تبقى تو اكس بلس ثري في نيجاتيف وان بنيجاتيف ثري ايكوال وان. تمام، هتبقى دي 2x، هودي دي الناحية التانية اغير اشارتها، equal 1 plus 3 ف 2x هتبقى equal 4، هنا ها divided by 2 فهتبقى x equal 2. بس كده، ده ال substitution. تقدر بقى لو جالك السؤال مش محدد فيه elimination ولا substitution تستعمل اي واحدة فيهم، الاسهل لك بالنسبة لك واللي انت شايفها مريحة ليك اكتر. لو جالك elimination لازم تستعمل elimination، لو جالك substitution لازم تحلها بال substitution. وبس كده، ممكن نخش على سؤال كمان elimination لانها مهمة جدا، عشان بس طريقة الالمنيشن باي اديشن تثبت في دماغ الكل، لان انا عارفة ان هي ممكن مش واضحة للبعض او يعني جديدة علينا، فممكن نحل عليها واحدة كمان. هنقول هنا ان انا مثلا عايزة احذف، انا الاول عايزة اضيف المعادلتين دول على بعض واخلي ناتج واحد عشان اطلع الاكس او اطلع الواي. تمام، فهعمل ايه؟ عايزة امشي دول مع بعض، هعمل ايه؟ هضرب المعادلة اللي تحت دي في سالب اتنين، نشيل دي كده، هضرب المعادلة دي في سالب اتنين، فهتبقى المعادلتين كده 2x plus 4y equal 8. تمام، المعادلة اللي احنا ضربناها بقى هتبقى negative 2x. ليه بالنيجاتيف؟ علشان اللي عندي فوق بوزيتيف، فانا لازم اخليها عكس الساين علشان الاتنين يروحوا مع بعض لما اضيفهم مع بعض. تمام، بلس نيجاتيف 4y ايكوال نيجاتيف 8. هنا بقى في حاجة جديدة، فكرة جديدة في المسألة، انا هنا بعمل ايه؟ بضيف المعادلتين على بعض. انا هنا كده لما اجي هحذف دول هيروحوا مع بعض ودول هيروحوا مع بعض ودول هيروحوا مع بعض، فالليفت هاند سايد هيبقى بزيرو والرايت هاند سايد هيبقى بزيرو. كده معناها ايه؟ كده معناها ان دي مي سوليوشن. ليه؟ طالما الليفت هاند سايد والرايت هاند سايد الاثنين ايكوال نفس الرقم والاثنين ايكوال زيرو، فبتبقى المعادله دي مي سوليوشن. بس كده، يعني اتمنى تكون وضحت يعني بشكل كويس، او هي محتاجة بس تطبيق مش اكتر، وبعد كده هنحل زي ما قلنا، كل واحد يحل بالطريقة اللي مريحاه، الا لو حد يعني انا هنا ما ينفعش احل بسبستيتيوشن عشان هنا هو محدد لي. بس كده، دلوقتي بقى نخش في توبيك جديد خالص، او طريقه جديده عشان نحل بيها الايكويشنز، اللي هي الماتريكس او المصفوفه. هناخد عنها كده فكره في البدايه عشان ما اطولش عليكم. فاول حاجه عايزين نقولها مثلا ان اللي بالطول ده بيبقى اسمه رو، بيبقى اسمه سوري بيبقى اسمه كولم، اللي هو ده كده كولم 1 وده كده كولم 2 وده كده كولم 3. اللي بالعرض بقى اللي هو اما بنمشي كده ده اسمه رو، ده يبقى رو 1 وده رو 2. تمام، طبعا المصفوفة مش بتبقى شكل واحد بس، يعني هي بيبقى ليها كذا شكل بكل الاحجام. هنتكلم عن موضوع السايزات ده بعدين، بس خلينا نقول ان دي كولم برضه كده كولم 1 وده كولم 2 وده كولم 3 ودي رو 1 رو 2 رو 3 رو 4. ايه ده، هو ممكن يبقوا 4 و 3 وممكن يبقوا اكتر، ممكن ان شاء الله يبقوا 85، عادي عادي جدا.
احنا بس بناخد حاجات بسيطة دلوقتي صغيرة بحيث نعرف نستعملها. اول حاجة بجيب السايز بتاع المصفوفة ازاي، بضرب الصف في العمود، يعني دول كام صف، دول هنا مثلا 2 فهيبقوا صفين في 3، 3 اعمدة اللي هو بالطول، العمود اللي هو بيبقى بالطول، فتبقى 2 في 3. هنا مثلا باخد عدد قلت الصفوف الاول، فدول 4 فهتبقى 4 في، ودول 3 اعمدة في 3 كده. جبت السايز بتاع الماتريكس، في سايزات كتيرة و علشان بس محدش يلخبط ويضربهم ويطلع رقم، لا هو بتكتب كده 2 في 3، 4 في 3 كده، معناها ان 2 رو في 3 كولمز بس، مش بنطلع رقم مثلا. بس حاجة كمان، ممكن مثلا المصفوفة تبقى من صف واحد بس، لو صف واحد بس بالعرض بيبقى اسمها رو كولم، سوري سوري رو ماتريكس، ولو صف بالطول بيبقى اسمها كولم ماتريكس. انما بقى في مصفوفة مثلا هنشوفها بتبقى مثلا 2 في 2، 3 في 3، اللي هي ارقامها بيبقوا تحسهم عاملين شكل مربع مثلا، دي بيبقى اسمها سكوير ماتريكس، لان هي عدد الصفوف بيساوي عدد الاعمدة. تمام، دي كده مقدمة بسيطة بس عن الماتريكس. ممكن اقول حاجة كمان، ممكن اقول ازاي نحسب نقول يعني كل حاجة من دي بيبقى ليها زي بوزيشن كده في المصفوفة، دي ترتيبها كام، دي في الرو واحد والكولوم واحد، فهتبقى 1 1 اللي هي 4، نيجاتيف 4 هتبقى ايه 11. دي الرو 1 والرو 2 وكولوم 1 فهتبقى ايه 2 1. دايما دايما بكتب العمود الاول وبعد كده الصف، ودي هتبقى ايه 3 1، ودي هتبقى ايه 4 1، نكمل هنا هتبقى ايه 1 2، ودي ايه 2 2، ودي ايه 3 2، وهنا ايه 4 2. انا مكملة بس عشان عايزة اوصل معاك لحتة معينة، ودي ايه 3 1، لا سوري انها هتبقى 13 مش 31، لان انا بكتب الاول الرو مش الكولب. تمام، فهتبقى كده، ودي ايه ودي كده ودي ايه 4 3. هنا هناخد بالنا من ايه، ممكن ناخد بالنا ايه الرقمين اللي هما بيبقوا زي بعض، الكولم بتاعها او الرو، الاتنين نفس الحاجة. هنقول هنا النيجاتيف 4 اللي هو ده، وال1 وال9، تمام، دول كده زي بعض، دول لو جينا عملنا عليهم كده اهو تحسهم واخدين شكل كده دايجونال، تمام اهو كده، دي كده اسمها الدياجونال. تمام، هيقول لك مثلا ان هو عايز الدياجونال اوف ماتريكس، فهتكتب مثلا ان هو نيجاتيف 4 و1 و9 بس. دايما هتلاقي يعني لما رقم الكولم يبقى بيساوي نفس رقم الماتريكس بتلاقيهم عاملين مع بعض شكل عامل كده اهو، عامل كده اهو، نازلين مع بعض عاملين كده اهو المصفوفة. بس كده، دي انترو سريعة كده عن الماتريكس، ولسه هنعرف حاجات في الأسئلة أو في الحاجات اللي جاية. يلا نشوف بقى نطبق مثلا على كام حاجة اللي قلناها دلوقتي. دلوقتي تعالوا نحل مع بعض سؤال بقى شامل كل الأفكار اللي قلناها المرة اللي فاتت أو السلايد اللي فاتت يعني. يلا كده نشوف. هنا اول سؤال بيقولك عايز السايز بتاع الماتريكس ايه،
ماتريكس ايه؟ زي ما قلنا احنا بناخد ايه، بناخد الرول او الرول الاول وبعد كده الكولوم. فهنا هنا كام رو؟ هنا 1 2، فهتبقى 2 سايزد ايه 2 في كام كولوم؟ ف3، فهتبقى 3 كولومز. تمام، ادي اول سؤال. وعايز اوف سي برضو، فسي هنا كام رو؟ هو رو واحد بس. وكام كولم؟ 3 كولمز، فهتبقى 1 في 3. هنا عايز سايز بي ودي، فبي كام؟ بي 3 كولمز و3 رو، تبقى 3 باي 3 كده. ودي دي كام كولم؟ 2 كولمز، فكام رو؟ فرو واحد بس. تمام، ادي كده خلصنا اول 2 اهو، دي خلص وده خلص. قول رو ماتريكس. الرو ماتريكس قلنا اللي هي بتبقى بالعرض، يعني هي صف واحد بس بالعرض، فهنا هتبقى اللي هي سي. طب والكولم ماتريكس صف واحد برضو بس بالطول، فهنا هتبقى دي. هنا السكوير، السكوير قلنا عدد الصفوف نفس عدد الأعمدة، يعني هتبقى كام؟ اللي هي بي، ليه؟ لأن هي 3 في 3. هنا هو عايز ايه؟ فور ماتريكس بي، يعني هو هنا حدد الماتريكس معينة اللي هي الماتريكس دي، هشتغل عليها. عايز منها ايه؟ عايز بي 21 وبي 13. تعالوا طب نحط كل الأرقام. تمام، هتبقى هنا مثلا ايه؟ ده كام؟ ده 1 1، وده 1 2، وده 1 3، وده هتبقى لا سوري 2 2 1، وده هيبقى 2 باي 2، وده هيبقى 2 3. هنا هتبقى 3 1، ودي 3 2، دي 3 3. هو هنا عايز ايه؟ بي 21 هتبقى -4، هتبقى -4، وبي 13، بي 13 اللي هي هتبقى اهي، تبقى بزيرو. تمام، عايز ايه تاني؟ عايز من الماتريكس كده، احنا خلصنا ده وده وده وده. نشوف بقى 7، هو عايز بقى في ماتريكس ايه؟ نشوف ماتريكس ايه كده، عايز ايه؟ هنحدد بقى، نكتب هنا مثلا ايه؟ دي 1 1، دي 1 2، ودي 1 3، دي 2 1، دي 2 2، ودي 2 3. تمام، هو عايز ايه؟ ايه 12 و23، فرقم 12 هتبقى 12 هتبقى -4، و23 هتبقى -5. بس كده، يعني بيتهيألي الموضوع بجد لذيذ، اتمنى يكون واضح معاكم كده. هو عايز الكولم في، هو عايز في سي كولم 13، ايوه، وعايز في الدي 21. تعالوا نشوف هنجيبها ازاي اهو. في سي، تعالوا طب نكملهم كلهم. ده هيبقى 1 1، 1 2، 1 3. هنا هتبقى 1 1، ودي 2 1. هو عايز ايه في سي؟ عايز في سي 13، ففي سي هتبقى 0. و تاني نخليها بنفس اللون، في سي هتبقى 13 بزيرو، و دي 21 هتبقى بإيد. تمام، ادي كده خلصنا كمان سؤال. عايز ايه في 9؟ عايز 9 find the elements of the principal diagonal of matrix B. عايز الدياجونال بقى بتاع B. تعالوا ايه، نمسح كده هنا كده عشان ناخد الدياجونال بتاع بي. وعايز دياجونال ايه كمان في السؤال اللي بعدها؟
نعمل كده اهو، رجعت كده كده كده. ما ينفعش تجيب دياجونال غير من مواصفات كده، يعني ما ينفعش تجيب دياجونال في رو وما ينفعش تجيب دياجونال في كولوم. تمام. هنجيب الدياجونال ازاي؟ الدياجونال بيبقى قلنا الارقام اللي شبه بعض، فده كان 11 وده كان، ده كان 11 وده كان 21 وده كان، لا سوري، 11 و22 و33، وهنا كان الدياجونال ايه؟ 11 و22 بس كده. فهنكتب هنا في الدياجونال بتاع بي هيبقى نيجاتيف 1 و 8 و 0، الدياجونال بتاع ايه؟ 2 و 1. بس كده المسألة كلها خلصت، خلصنا 9 وخلصنا 10 بس كده. وكده نكون خلصنا بارت 1. كده حاولت على قد ما اقدر اديكوا فكرة عن الماتريكس. ان شاء الله البارت الجاي هنكمل بقية الماتريكس لان هي كبيرة شوية، فمش عايزة اطول عليكم اكتر من كده. وان شاء الله الموضوع يكون لذيذ، وبارت 2 ان شاء الله نكمل سوا.